السلام عليكم، معاكم مهند غلام 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات في أبو ظبي في الإمارات. اليوم هنوريكم الأبل كار بلاي إزاي بيشتغل على الكابتيفا بكل فئاتها. الفئة اللي قدامنا حاليا هي ال LS السبع ركاب. احنا عندنا هنا في الإمارات 3 فئات بيجوا 7 ركاب، وفئة واحدة فقط بتيجي 5 ركاب. طبعا في عندنا هنا الأبل كار بلاي بالأوامر الصوتية بيشتغل، يعني هنشوف هنا كل اللي موجود عندنا على التليفون الايفون، تمام، بيتحول وبيتعرض على الشاشة زي ما احنا شايفين. عندنا لو في ميوزك، لو في طبعا المكالمات، الجوجل مابس، البودكاست، كل اللي ابل مصرحة بيه ان هو يتعرض على الشاشة هيتعرض على الشاشة. طبعا الزوم، الويز، الواتساب، التليجرام، سبوتيفاي، ميكس كلاود، كله بيتعرض على الشاشة. يعني احنا هنشغل طبعا نشوف الجوجل مابس. تمام، لو هندور على طريق نروحه، واتساب كمان، خلينا نشوف هنا جوجل مابس. اختار مثلا هوم، تليفوني هنا عنده الدايركشنز بتاعتي. احنا طبعا عشان جوه الشوروم فهو مش هيوريني حاجة واحنا واقفين جوه الشوروم، بس انا بوري لكم بس ان كل الوظائف متوفرة عليها. ودي جات لي مسج من واتساب، طبعا هي بتتقري بصوت مسموع، يعني خلينا نشوف هنا مثلا. طبعا هو بيقول طبعا دي سيري بتقول لي لو عايز اقرا لك المسجات، بقول لها يس، فهي بتقرا لي المسجات اللي مكتوبة بصوت مسموع. كمال غالا سيد كلام راشد هما هيت 7 اراكو دوا 2 تايم ان ال بيت فايل 3 غازا. طبعا بالانجلش او باللغه العربيه الفصحى. كمال غالا سيد كلام راشد هما. تمام، what do you want to say؟ هي بتسالني لو انت عايز ترد عليهم برد عليهم. Would you like طبعا to hear your unread messages or create a new one؟ لو عايز تسمع المسجات او لو عايز تقول مسج بترد عليهم بالصوت بالاوامر الصوتيه. Would you like me to تسألني لو عايز تبعت الرسالة، انا هقول لها نو طبعا، مش هنبعت رسالة دلوقتي زي ما وريتكم. دي طبعا الخريطة كمان اهي، زي ما انتم شايفين. وممكن اثناءها طبعا بيكون الميوزك شغالة، لو انتم عايزين يكون في الميوزك كل اللي عندك على الميوزك نقدر نشغله، مثلا اكس كلاود، اي حاجة نقدر نشغلها عن طريق التليفون. اوكي، كله طبعا بيسألني اللوجن، انا مش هعمل لوجن طبعا، بس انا بوري لكم ايه الوظائف اللي شغالة، والزوم كمان لو حبيت. تمام، الخاصية دي مش موجودة في السيارة اللي بتنزل في مصر، موجودة بس في الخليج. يلا مرة تانية، معاكم مهند غلام 050-516-3525. شرفونا بأي تعليق انتوا عايزين تسمعوا، اي استفسارات عايزين تسألوا، على اي اسئلة، معاكم على قناتنا على اليوتيوب. شكرا، اهلا بكم.